لو الحكاية فيها إن فيديو. تكلمنا عن شوية تمليك في التجمع الخامس. التجمع الخامس بيتراوح بتبدأ أسعار الشقق التمليك من 7000 جنيه. بتوصل لحوالي 12-13 ألف متر. طبعا 12-13 ألف متر دي بتبقى داخل كومباوند زي الهايد بارك. المتر الشقق فيه تقريبا حوالي 12,000-13,000 زي شركة سوديك المتر ممكن يوصل ل14,000 شقق. بس طبعا ديت بحكم ان هي داخل كومباوند فالمميزات ديت بتبقى دي اللي بترتفع فيها سعر الشقق. انما كأحياء خارج بره النطاق عندنا مثلا زي حي المصروية سعر الشقق فيه يعمل حوالي متشطب سوبر لوكس من 7-8,000 متر. عندنا في الحي الأحياء كحي أول على أساس إن هو قريب من 90 ومميز ممكن الشقق توصل فيها 9,000-10,000 متر. متشطب احنا بنتكلم في المتشطب. في حالة المحارة ممكن توصل الشقق 7,000 متر. أقل حاجة طيب في المحارة؟ أقل حاجة في المحارة 6,000. من 6 لـ 7 متر. بالنسبة لشارع 90؟ شارع 90 يعني المتر ممكن يوصل له 14,000 متر. بالنسبه للشقق تمام ده بيبقى كامل التشطيب متشطب متشطب سوبر بوكس متشطب سوبر بوكس. طب بالنسبه لتمليك الفيلل في التجمع عامله كام؟ بالنسبه للفيلل اللي هي خارج كومباوند ممكن تعمل لها فيلا حوالي مثلا 25-30 مليون مساحات. مساحات لو على شارع 90 الرئيسي، احنا بنتكلم شارع 90 الرئيسي مساحه الارض حوالي من 600-800 متر، عباره عن بيزمنت وارضي ودورين. ده على 90 متر 25-30. لو داخل كومباوند زي ليك فيو ممكن ممكن مثلا بتبدا الفيلا من 17 ماشي. كومباوند سوال ليك اللي هو في التجمع الاول ممكن الفيلا توصل 30-35. القطامية هايتس الفيلا ممكن توصل 80-90 مليون. مساحات حسب يعني تقريبا المساحه مثلا بتبقى حوالي 1200 متر الارض البيزمنت وارضي اول، بس دي على فيو جنينة. وطبعا كومباوند اعلى كومباوند في التجمع الخامس على القطامية هايتس. في كومباوند غرب الجولف ممكن الفيلا تتعمل لها حوالي تبدا من 25 مليون ممكن 30 مليون 35 مليون. بتعتمد برضه حضرتك على حسب المساحه حسب اللوكيشن اللي بتبص عليه. طيب دي عامله كام مساحتها ال 25؟ 25 مليون على مساحه الارض 1200 متر عباره عن بيزمنت وارضي واول وثاني ومصيف متشطبه السوبر سوبر بوكس.